انتوا ورا الاسم العلمي شباب صيادله مصر، 100,000 صيدلي عاوزين الاسم العلمي، احنا معاكم. النقابه لا تملك اي خيار ان هي تختار الا الخيار الصيدلي. هبعت رسائل لان انا لو جيت الكلام كتير يعني. اولا بكرر شكري لوزاره الصحه ان هي جت النهارده. في لفته اعتقد انا هاخدها بالمحمل الايجابي جدا، ان هي بدات تهتم وبدات تعي ان في صيادله في مصر، وتعي ان في ليهم مشاكل كثيره جدا. كلمتي للمواطن المصري، الاسم العلمي مخرج ليك وتخفيف عن ميزانيتك. الشركات نحن لسنا في صراع معكم، وفي نفس الوقت الصيدلي مش زبون عند الشركه. الصيدلي شريك اللي بنوا مصانع بالمليارات والملايين وبيتهموا بعد كده الصيادله بكذا او كذا، بقول لهم لا عيب. الصيدلي شريك، انت كنت بادئ نشاطك بعجله وده مش عيب، وانتهيت بقيت صاحب مليارات، والمليارات دي ما تخلكش تتكبر على الصيادله. رساله للصيادله، اتحدوا اتحدوا، ابعدوا عن السياسه، انتوا بتفهموش في السياسه، والنقابه مش مكانها سياسه، احنا مكانها مهنه فقط لا غير. وزاره الصحه سياسة الباب المفتوح اللي اتبعها سيادة الوزير المحترم أستاذ الدكتور عادل عدوي سياسة جيدة جدا. نرجو قرارات مفعلة. التيار المدني أو التيار المهني الذي يكافح مع زملائه من التيارات الأخرى في نقابة الصيادلة فشل. الصيادلة بيقولوا علينا فشل، وإحنا فعلا احنا ما نجحناش في حاجه لغايه دلوقتي. احنا جبنا قرارات وزاريه اداريه ورقيه لم تفعل. واذا كانت الدوله صادقه معنا واحنا بنعتقد ده ولا نشكك في ده، بس ارجوها انها تلتفت. عاوزين ذكر صيدلي في وزاره الصحه، عاوزين حد فاهم في وزاره الصحه يقعد معانا بشكل مستمر. الى الان مشاكل الاكسبايري لم تجد حلا الى الان، وجانا خطاب مخيب للامال من الاداره المركزيه بتقول مالناش دعوه. قلنا لهم العبوات بتزيد اعداد الشرايط فيها بشكل مبالغ فيه، قالوا لنا مالناش دعوه. بنقول لهم السلاسل موجوده، قالوا بننزل اليوفر، قلنا لهم لا مش صح. ولا يافطه نزلت من السلاسل المفسده المحتكره للعمل الصيدلي. مفيش مشكله كبيره الوزاره بتساعدنا في حل مشاكل صغيره. أنا ما أقدرش أنكر دكتورة سعاد معالي الوزير بيساعدونا، لكن المشاكل الميجور اللي ممكن تهدد بإغلاق صيدليات مصر لم نأتي جنبها من قريب أو من بعيد. نسبة ربح الصيدلي، موضوع المرتجعات، الصيدليات المخالفة، المشاكل، المهنة بقت كلها مشاكل. أصحاب المهنة بيفكروا إنه يتركوها. نداء للسيد المحترم وزير الصحة معالي الاستاذ دكتور عادل، ومحبينا ومساعدينا دكتوره سعاد والدكتور حسام وكل الناس اللي فتح لنا الابواب في نقابه الصيادله، احنا ايدينا في ايديكم. لما بنقول ان في نواقص مش معناها ان احنا بنحرج الدوله اطلاقا. الدواء المصري من اعلى الفعاليات في على مستوى، مش عايزون مش من اعلى الفعاليات، زيه زي الدواء الانوفيتور، زيه زي المستورد. ما نقدرش نطعن فيه. في غش في مصر؟ في غش. طب بلاد العالم ما فيهاش غش؟ لا فيها غش، مش احنا بس. احنا مش بنضخم بنضخم المواضيع ولا بنرحل مشاكل ولا بنرمي مشاكل لوزاره الصحه. وزاره الصحه في المنظومه الصيدلانيه حاجه محترمه وكبيره جدا في راينا ومهمه جدا في كل العالم، اسمه الصيدلي. الصيدلي الفارماسيست اللي هو شيخ حاره وبيسلف وبيحل مشاكل اجتماعيه ونقط اسعافيه في كل قرى وفي كل نجوع مصر. الصيدلي المصري دوره مهمل، الصيدلي المصري دوره مهمش. احنا كنقابه مش هنسكت وهنستمر وهنعمل لكم ازعاج، وصوتنا مش هيوطى بالحق والعدل والادب. اشكر كل الناس على راسهم وزاره الصحه، اشكر التجمع الصيدلي المصري. احنا بلد واحده، الصيادله ايد واحده، يا رب بكره احسن. استاذن منكم عشان عندنا مجلس، فاشكركم.